يعد UAE as to be spelling B أول تحدي برمجة من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي تم تصميمه خصيصاً لطلاب الجامعات المحلية. تم تطوير هذا التحدي بالتعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومعهد MIT وناسا. يهدف هذا التحدي إلى مساعدة رائدين فضاء بإدخال كلمة سر لإعادة تشغيل نظام رائد الفضاء الأول خارج المحطة الفضاء الدولية، أما رائد الفضاء الثاني هو داخل محطة الفضاء. لإعادة تشغيل النظام يحتاج رائد الفضاء الأول لكتابة كلمة سر، ويحتاج رائد الفضاء الثاني لكتابة نفس كلمة السر داخل الحاسوب في محطة الفضاء الدولية. هذا هو السيناريو الافتراضي لهذا التحدي، ولذلك ستقوم الفرق المشاركة ببرمجة الروبوت أستروبي لكتابة كلمة السر بالأحرف العربية، وذلك من خلال التحكم بحركته في المحطة الفضاء الدولية.